أنتم تشاهدون الآرامية. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في مناظرة دينية من البث المباشر على الهواء من استوديو الفضائية الأرامية. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا في هذه الأمسية. عنواننا لهذه المناظرة: هل محمد نبي من الله؟ هل محمد نبي من الله؟ بالنسبة للمسلمين فإن التساؤل والتحقيق في نبوة محمد هو موضوع غير قابل للجدل. هم يؤمنون ويعتقدون الاعتقاد الراسخ بنبوة محمد ورسالته من الله الذي من خلاله تجلت إعلانات الله الكاملة. وبحسب اعتقادهم فأن الوحي يتسامى ويتعالى حتى على النقد، فإن محمد هو مؤسس الإسلام وهو مشرع تعاليمه، وإن انتقاد الإسلام يعني إلغاء عقيدة المسلمين بنبوة محمد. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، عنوان حلقة اليوم: هل محمد نبي من الله؟ هل محمد نبي من الله؟ أنا القس يوسف حبيبي، يسعدني أن أشرف على هذه المناظرة لهذه الأمسية، كما يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم ضيفي حلقة اليوم. معنا على الهواء الشيخ هشام الحسيني، أمريكي من أصل عراقي، وهو مدير مركز كربلاء الإسلامي وإمام شيعي يخدم وسط جالية عربية غالبيتها من أصول عراقية ولبنانية في مدينة ديربون في ولاية ميشيغان الأمريكية. يعتبر الشيخ هشام الحسيني شخصية فعالة في المجتمع، وله الدور الواضح والأكثر، وله أكثر من 25 سنة في الأمور الاجتماعية خاصة في منطقة ديترويت. وسوف يمثل الشيخ هشام الطرف المسلم في مناظرة هذه الأمسية. ومعنا أيضا على الهواء كريستيان برنس، مؤلف كتاب خدعة الله، وهو مؤسس موقع investigateislam.com. ويهدف هذا الموقع إلى تعليم وفهم طبيعة الإسلام ومقارنة تعليمه بالإنجيل. شارك في العديد من المناظرات في أنحاء الولايات المتحدة، خصوصا في القضايا المتعلقة بالإسلام والمسيحية. وسوف يمثل كريستيان الطرف المسيحي في مناظرة هذه الأمسية. فشكرا لضيفي الكريمين لتلبية الدعوة، وسوف نستمع لكل منكما في الساعة الأولى كما هو معمول به في مناظراتنا، ومن ثم نفتح خطوط الهاتف في الفترتين المقبلتين لتلقي اتصالات المشاهدين وأسئلتهم. رقم هاتفنا كما هو معروف لديكم جميعا 248-416-1300. لنبدأ الآن المناظرة: هل محمد نبي من الله؟ شيخ هشام، معك 7 دقائق لطرح الموضوع، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين، لا سيما خاتمهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه المنتجبين. السلام عليكم جميعا أيها الأخوة الكرام، وأيها القس الكريم يوسف حبيبي وضيفك الكريم. شكرا. شكرا لكم، وشكرا لدعوتكم، وشكرا للآرامية على هذا اللقاء. نسأل الله أن يبارك بهذا اللقاء وينفع الناس به إن شاء الله بما يحب ويرضى، لا سيما ونحن في هذه الأيام ذكرى وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قبل يومين كانت في ذكرى وفاة مريم العذراء سلام الله عليها، فسبحان الله بين وفاة مريم وبين وفاة الرسول محمد سوف نرى ماذا يوفقنا الله وما يلهمنا لما فيه الخير والبركة من نوريهما، من نور العذراء والخاتم. نعم، السؤال طبعا في البداية أنا حاولت أطلبت أنه
نغير صيغة السؤال لأنه هو سؤال هجومي إلى حد ما، أو هو سؤال إلغائي، يعني يلغي رسالة النبي محمد. على كل حال لا بأس، نحن نحترم آراءكم ونسأل الله أن يوفقنا للوغول. أعزائي المشاهدين، نأسف لهذا العطل الفني، فسنحاول بعض اللحظات أن نتجاذب أطراف الحديث مرة أخرى مع الشيخ هشام الحسيني من مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان الأمريكية. وحديثنا لهذه الأمسية: هل محمد نبي من الله؟ هل محمد نبي من الله؟ وعلى ما أعتقد أن هذا الموضوع موضوع هام بيشغل المسيحيين ويشغل المسلمين، وهناك مناظرات كثيرة ودراسات كثيرة حول هذا الموضوع، فأردنا أن نطرحه من جديد عليكم من وجهات نظر أخرى. فأعتقد لو نقدر نأخذ الأخ كريشيان وبعدين نرجع للشيخ الحسيني بعد أن يتم تصليح العطل الفني على التلفزيون. هل معي الأخ كريشيان؟ سلام المسيح معك. أهلا وسهلا بك يوسف. أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ نشكر الرب، أتمنى أن يعود الشيخ الحسيني. آمين آمين. نستمتع بهذه المناظرة. طيب أنا راح أعطي لك راح أعطي لك سبع دقائق عشان تبدأ من الآن، تفضل سبع دقائق لتقديم الموضوع. أتمنى أن ننتظر حتى يأتي لكي يكون، يعني لأنه هو يفترض أن يرد علي، فإذا لم يكن موجود ف أقول يعني سوف نتكلم قليلا حتى يعود. هو قال بأنه كان يتمنى أن يكون السؤال ليس بهذا الشكل. طيب أخ كريشيان، وصل الاتصال، وصل إلينا مرة أخرى، فسوري راح أخليه يتكلم هلا وبعدين. طيب. حضرتك راح ترد على الكلام تبعه من وجهة نظرك. شكرا أخ كريشيان. الشيخ هشام معنا؟ نعم إن شاء الله. أهلا وسهلا، تفضل. الله يحفظكم. نعم، لو وضعنا آليات لإثبات نبوة أي نبي، فمثلا من خلال المعجزات أو من خلال ما جاء به من كلام سماوي ومن كتاب سماوي من عند الله، هاي نقطة ثانية، ومن خلال ما أدت هذه الرسالة من إصلاح في البشرية وسلام ووئام، هذه الثلاثة، ومن خلال ما وفق الرسول به من ربط الأمة بالله تعالى بالخالق من خلال وضع منهج عبادي لهذا الإنسان. فمهمة الرسول بصورة مختصرة هو تحسين العلاقات بين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والخالق، وبين الإنسان والطبيعة. فإذا تابعنا هذه النقاط كلها سنرى بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفق في رسالته ووفق في إصلاح البشرية. لذلك في هذا اليوم نرى والحمد لله أن أتباع عيسى بن مريم عليه السلام هم 1.5 مليار، وأتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا 1.5 مليار تقريبا. على كل حال أنا ما أدري إذا يسمح الوقت إلى ذكر بعض إنجازات الرسول محمد من خلال تحريم الوئد، من خلال تحريم العبودية واستعباد الإنسان للإنسان الآخر، من خلال جعل الناس كلهم أخوة وسواسية. على كل حال ربما في الحديث سوف نتابع ما هو شيخ هشام. شيخ هشام عندك أربع دقائق لسه. شكرا شكرا. أهلا وسهلا. فإذا يجب أن لأجل أن نحكم على الرسول إذا كان فعلا هو من عند الله أم لا، هل جاء بنظام عبادي يربط الإنسان بالله الخالق، وهل أوجد نظاما اجتماعيا يتساوى فيه الجميع لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، خير الناس من نفع الناس، الناس كلهم سواسية كأسنان المشط. نعم، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى، هل جاء هذا النظام، لأن الإسلام هو نظام ورسالة محمد هو نظام، ومحمد جاء لأجل أن ينقذ البشرية بعد أن كانت وكنتم على شفا حفرة من النار، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنقذكم وأنجاكم منها.
فكان البعض يقتل البعض، كان الوئد سائد ودفن البنات الأطفال الأبرياء، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان هنالك الإنسان يستعبد الإنسان، وخصوصا إذا كان متأتي من خلال غزو أو شيء من القبيل. المرأة لم تكن لها قيمة في ما قبل الإسلام في الجاهلية، فجاء الإسلام ووضع نظاما. وإني أشبه هذا النظام بسكيل، يعني بالميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، هذا الميزان هو النظام. فالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم هو نظام اجتماعي متكامل لأجل تحسين حالة البشرية في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم إن هذه المعجزة العظيمة الخالدة التي جاء بها القرآن، هذا القرآن الذي لو أنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا القرآن الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحواها. لا نريد أن ندخل في عصر الكمبيوتر والأرقام، ولكن بما جاء به من نظام اجتماعي اقتصادي سياسي، بحيث أن محمد جاء من خلال الإسلام ومن خلال القرآن، فأوجد نظاما اجتماعيا، ثم أوجد نظاما سياسيا، وأوجد نظاما اقتصاديا. لكن لسوء الحظ أن العالم في هذه الأيام متعصب، وكل شيء اسمه إسلام خصوصا العالم الغربي يرفضه لسوء الحظ. لذلك ترى أن البشرية وأن العالم يتخبط، سواء في أوروبا حتى في أمريكا اقتصاديا. على كل حال، وليست ربما آسيا بأحسن حال من أوروبا ومن الغرب. على كل حال، كل اللي أريد أقول هو أنه محمد هو رسول من عند الله، إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالرسول نعم هو نبي، وإذا أردنا أن نقارنه بأي نبي آخر، بموسى عليه السلام، بعيسى عليه السلام، بإبراهيم عليه السلام، فسوف نرى أن الرسول محمد هو مبشر به، بشروا به. هذه في النقاط القادمة سوف نتحدث. إن الدين عند الله الإسلام، هو دين واحد، ولكن كل نبي يبني جزءا منه، كل نبي يبني قطعة من هذا الدين ويتكامل في خاتمهم. لذلك قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين عيسى هو الإسلام، دين موسى هو الإسلام، دين إبراهيم هو الإسلام، هو الذي سماكم مسلمين. أبونا إبراهيم عليه السلام الخليل هو الذي سمان، لأن وكذلك دين محمد هو الإسلام. الإسلام كلمة معناها بالإنجليزي submission، التفويض، التسليم إلى الله البارئ، وهذا هو دين عيسى ودين موسى ودين إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأديان هي تبغي إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. شيخ هشام، نعم أستاذ، الوقت انتهى تبعك، شكرا. أخ كريستيان، 5 دقائق للرد على الشيخ هشام، تفضل. صراحة يعجبني استنفار الشيخ هشام، وأنه يقول أن من يهاجم هو الضعيف، وهذا يعني أن محمد هو إنسان ضعيف. فنحن في كتابنا كله لا نهاجم أحد، ولكن المسلم لا يمكن أن يصلي صلواته الخمس قبل أن يشتم المسلمين، خصوصا الشيعة المسلمين، وأبو بكر وعمر وغيرهم، وحتى عائشة، وبعد ذلك في سورة الفاتحة في الآية رقم 7 ويقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي أن صلاة المسلم لا تكتمل إلا إذا شتم الناس. ثم يتكلم الأخ العزيز على أن نعود إلى كتاب ونعود إلى المحبة. ثم حينما يتكلم المسلم يعني عن المحبة، هل بإمكان الشيخ، وهل يجرؤ، أتحداه، هل يجرؤ أن يقرأ لنا السورة رقم 5 الآية رقم 14، وهي تقول بأن الله سوف يصيد الناس ويصيد النصارى تحديدا بالعداوة والبغضاء بينهم وبين بعض؟ كيف تجرؤ أن تتكلم عن المحبة وأنت رسولك وكتابك يقول، وبالحرف الواحد، وليس هذا كلامي، أولا يصفنا بالكفار؟ لو قلنا أن السيد هشام كافر لجن جنونه،
ثم يصفني بالكفر ويقول أنه هو إنسان لطيف مسالم، ويقول كتابه أن الله ومن الذين قالوا إن أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والمضحك المبكي أن سورة المائدة تقول الآية رقم 91 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وإذ بالآية رقم 5 في نفس الآية الصورة تقول في رقم 14 بأن الذي ينشر العداوة والبغضاء بين الناس وخصوصا بين المسيحيين هو الله. فكيف تجرؤ يا هذا أن تقول بأنكم أهل حب وأهل محبة وتنشرون السلام ثم تدعي بأن الغرب هو من نشر الإرهاب؟ يعني هل كانت أمريكا موجودة حينما كان رسولك يقتل الناس يمينة وشمالا؟ هل سوف تتهم أمريكا بأنهم هم من قتلوا أحفاد محمد؟ هل ستتهم عائشة بأنها كانت عميلة للسي آي اي؟ ماذا تقول يا هذا؟ صراحة المسلمين أرى فيهم عجبا عجابا. ثم يقول أن الإسلام يعني ليس فيه تعصب. أنا أتحداه وأسأله لماذا في إيران الآن مساجين مسيحيون كل جريمتهم أنهم بشروا بالدين المسيحي، وهناك قسيس سوف يعدم قريبا فقط لأنه ترك الإسلام وأصبح مسيحيا، ثم تتكلم عن التعصب؟ أنت في أمريكا تتكلم عن الإسلام وتبشر في الإسلام، ولا قتلوك ولا صدق ولا شبه لك. ثم إذا ما سألناك سؤالا بسيطا تقول أننا نعبد إنسانا. يا رجل ألست أنتم أهل الشيعة تقولون بأن أهل البيت هما أنوار إلهية؟ بل أنكم تقولون بأن العالم كله خلق من أجل أهل البيت، فمن الذي يعبد بشرا؟ ثم تقول أن المسيح بشر، وتقول أعطني آية يقول فيها المسيح أنه أنا الله فاعبدوني. أولا المسيح لن يقول هو الله، لأن الله رب المسلمين هو ليس ربنا وليس لنا به علاقة لا من قريب ولا من بعيد. نسي الشيخ بأننا يعني حينما نستخدم كلمة الله نستخدمها بمعنى الرب، وأما إله المسلمين الذي يعبدوه وهو الساق نحن ليس لها علاقة لا به ولا من قريب ولا من بعيد. المسيح يقول، وهذا كلامه وليس كلامي أنا، قال الرب لربي، سأل المسيح اليهود عن المسيح فقال لهم ما رأيكم ماذا تقولون في المسيح؟ قالوا له إنه ابن داود. فقال لهم إذا كان هذا هو ابن داود فكيف يقول له داود قال الرب لربي اجلس على يميني؟ وطبعا هذا موجود في إصحاح متى 22، وبإمكانك أن تقرأ من الآية 42 إلى آخر الآية. فيقول لهم المسيح أن إذا كان داود يدعوه ربا فكيف يكون له ابنا؟ فأنت تقول أين المسيح قال أنه رب؟ ها هو يقول أنه رب، هل سوف تصدق؟ لن تصدق. ثم نعود إلى أمر آخر، أنت قلت الوعاء بما فيه ينضح، حينما يقول محمد بالحرف الواحد من تبجح أو من تفاخر أو من يعني اتعظ بالجاهلية فعضوه بهم أبيه، أي بمعنى اذهب وعض. أخ كريشن وقتك قد انتهى، شكرا جزيلا أخ كريشن. أعزائي المشاهدين سنأخذ وقفة قصيرة وبعدها نرجع إليكم، فابقوا معنا، وفي هذه الفترة المقبلة سنأخذ بعض التليفونات من المشاهدين، فابقوا معنا. Are you a Christian who loves watching ABN shows? Are you eager to make a video and post it online and see it reach millions of Middle Eastern people? Or are you a Muslim who wants an outlet to ask questions, make comments, or post video responses to Christian evangelists and apologists? Well, ABN Tube has it all. ABN Tube is an extended media outlet of ABN TV Ministry. We've gotten an overwhelming response from viewers of ABN to launch a media outlet for people like you to upload your own video responses to some of the clips we have online, whether on abnsat.com or on our ABNSAT YouTube account. Our goal is to bring to light any and all lies about false religion through media, to create an open dialogue about religion among people of different faith, and to gear them to the truth of Jesus Christ. Please visit our site at www.abntube.com. Thank you.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في هذه المناظرة على الهواء مباشرة من استوديو الأرامية. وعنوان حديثنا: هل محمد هو نبي الله؟ واستمعنا إلى فضيلة الشيخ هشام والأخ كريشن في النصف الساعة الأول. الآن سأعطي الشيخ هشام 3 دقائق للرد على السيد كريشن، وبعدها أعطي السيد كريشن أيضا 3 دقائق للرد على الشيخ هشام. تفضل الشيخ هشام. أشكرك، أنا مرة أخرى أتعجب على هذا الأخ الكريم وتخبطه، أتعجب على ما فيه من حقد على الإنسانية وعلى أبناء إسماعيل من العرب والمسلمين وأبناء إبراهيم عليه السلام. أولا، مرة أراه يتخبط ويدافع عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عائشة رضوان الله عليها أم المؤمنين. Alright. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، نعتذر عن هذه الانقطاعات في الإنترنت، وسنعاود الاتصال بكم في أقرب فرصة ممكنة مع الشيخ هشام. وموضوع اليوم كما ذكرنا: هل محمد نبي من الله؟ وكما ذكرنا بالنسبة للمسلمين، فإن التساؤل والتحقيق في نبوة النبي محمد هو موضوع غير قابل للجدل. فإذا لم نستطع أن نشاهد الصورة، سنعطي الأوديو الصوت بدلا من الصورة، ويمكن تستقر الأمور في الديبيت في هذه الأمسية. أعزائي المشاهدين، طيب أخذ تليفون هلا لما يرجع. أخ رائد موجود معنا، مساء الخير. طيب الشيخ على التليفون، تفضل فضيلة الشيخ، معك دقيقة وأربعين دقيقة. ألو الشيخ معي؟ معك الشيخ. تفضل فضيلة الشيخ، تفضل. أنا بس عندي سؤال لو سمحت. أشو هذا البرنامج ما ينقطع عندكم، بس لما أنا أتحدث ينقطع، أشو مع الأستاذ كريستيان ما ينقطع؟ لا، على كل حال. لا فضيلة الشيخ، أنت وجدت صعوبة في الإنترنت من قبل ما نبدأ البرنامج، هو فقط على التليفون، فإذا تحب تكون على التليفون، إذا تحب تكون على الشيخ هشام، إذا تحب تكون على التليفون أهلا وسهلا، هو على التليفون فقط، ما في صورة. بس وصلت إلى كلمة يلا رجعت، أنا رجعت لكم على كل حال. طيب أنت هلا على البث المباشر، أنت مسموع يعني حاليا، تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يعني أنا أتعجب، هذه الكمبيوتر بها حساسية فقط حينما وصل إلى إسرائيل. على كل حال، الموضوع الذي نتحدث إليه، لا يوجد هنالك CIA في وقت رسول الله، لكن كان هنالك صهاينة، وأرى إلى هذا اليوم هنالك صهاينة يدافعون عن إسرائيل ويهاجمون إيران ويهاجمون إسرائيل. تمتلك مئات من الرؤوس النووية، وفي كل يوم تهاجم بلدا عربيا وأنت تسكت عنها أيها الظالم. وأما إيران فلا تملك أي رأس نووي وتخافون منها، لأنها على حق، ولأنها تدعو إلى الإسلام وإلى الوئام. على كل حال، نعم، أنا أقول بأن الذي جاء به الإسلام هو خير. أما أهل البيت عليهم السلام فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نحن لم نعبد أهل البيت. يا أخي صحح معلوماتك وعد واقرأ القرآن واقرأ السنة النبوية. قالوا أهل البيت عليهم السلام: قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الإلوهية، نحن عباد مكرمون، وحينما نصلي في صلاتنا نقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولكن دع عنك الخوض في القرآن وارجع إلى كتابك إن كنت مسيحيا، وأسألك سؤالا واحدا وأرجو أن تجيبني إياه: هل أن عيسى خالق أم مخلوق؟ أحب أن تجيبني عن هذا السؤال ولا تنسى. ولكن أقول بأن الذي يعبد الإنسان، نحن نتشرف بعبادة الرحمن، كلنا عباد للرحمن. لقد جاء، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت المسيح والنصارى المسيح ابن الله، ونحن نقول أن محمدا عبده ورسوله. أرجعنا العبودية إلى الله الواحد الأحد. يا أخي، من هو ربك؟ أليس الله الواحد الأحد؟ ومن هو رب موسى وعيسى؟ أليس الله؟
واذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا عيسى ولا تجعله ربا يا أخي تنصل وتنزه عن هذا الكفر وارجع إلى عبودية الله الواحد الأحد الذي خلق عيسى والذي خلق مريم والذي خلق إبراهيم إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ارجع يا أخي واعبد الله الواحد الأحد ولا تعبد الإنسان لتعالى تعالى سوية لنحرر الإنسان من عبودية الإنسان لأن الإنسان إذا عبد الإنسان سوف يعود ويهيمن ويحتل أراضيهم ويبتز خيراتهم نعم إن كثير من هذه السياسة هو انعكاس للمبادئ الكافرة التي تعبد الإنسان وتؤله الإنسان لأن الإنسان إذا قال أن عيسى عليه السلام هو إله وهو أبيض وهو رجل فقد ظلمتم المرأة شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الثلاث دقائق انتهت أعطي السيد كريشن لو سمحتم السيد كريشن والشيخ هشام احنا خرجنا عن الموضوع هلا احنا دخلنا في ألوهية المسيح ودخلنا في شيء آخر احنا موضوعنا النهاردة هل محمد نبي من عند الله فضيلة الشيخ تكلم والأخ كريشن تكلم فخلينا نحصر أفكارنا في هذا الموضوع عشان ما ناخدش موضوعات أخرى لها حلقات أخرى سيد كريشن تفضل ثلاث دقائق طيب شكرا اولا هو قال طبعا لا بد ان اجيب عليه حتى لو انه خرج عن الموضوع هو اصلا هدفه ان يخرج عن الموضوع لانه لا يستطيع ان يثبت ان محمد هو رسول اما عن ان المسيح هو مخلوق فيا سيدي يا عزيزي قرانك يقول في سوره ال عمران بان المسيح هو كلمه الله وهو روح الله وأيضا أنتم كل المسلمين تتفقون بأن كلام الله غير مخلوق وبالتالي كلامك مردود عليك والمسيح ليس بمخلوق بل إنه بخالق في سورة آل عمران الآية رقم 49 تقول أن المسيح ينفخ في الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا يقول المسلم أن هذا بإذن الله هذا ادعاؤك وهذا كلامك هل لديك دليل؟ آتي ببرهانكم إن كنتم صادقون أما عن قولك يا رجل بأن نحن لدينا حقد أنا قرأت لك آية من القرآن سورة المائدة الآية رقم 14 تقول بأن الله سوف يبث العداء والضغينة والكره بين المسيحيين وتتكلم عن الحقد تدافع عن أمريكا وأنت تحمل جوازا تدافع عن إيران وأنت تحمل جوازا أمريكيا هذا يثبت بأنك تمارس التقية ولهذا نحن نرفض محمد لأن محمد علم الناس الكذب ورخص لك أن تكون وتستخدم الكذب كسلاح بل أن الشيعة يقولون بأن التقية من لا تقي له لا إيمان وبالتالي من لا يكذب فهو ليس بمسلم بل أنهم قالوا وقال الإمام وقال الحسن وقال غيرهم بأن الله ترسه هو التقية هو ترس الله وبالتالي حتى رسولكم يقول وأمتكم تقول بأن دفاع الله عن نفسه هو بالكذب ولهذا نرى القرآن يقول بأن الله قد شبه بالمسيح شخص يشبهه فدافع عنه بهذه الطريقة وبالتالي فإن الله في القرآن غشاش المسيح نهانا على أن حتى نقسم إما أن نقول نعم نعم أو نقول لا لا أما رسولكم وقرآنكم فأجاز لكم الكذب في ثلاث للزوجة وللعائلة وللأصدقاء وللأعداء فأنا أسألك من بقى لم يبقى أحد أما أنت تقول عائشة رضي الله عنها أنا أتساءل وتعجب هناك آلاف التسجيلات للشيخ الشيرازي وغيرهم وحتى الخميني الذي قال في كتابه في تحرير الوسيلة الصفحة 241 يجوز التمتع بالرضيعة حتى الرضيعة رخصتم بها بالتمتع جنسيا وتقولون أن هذا كتاب عند الله حتى الحيوانات لن تقبل أن تفعل ما يفعل به رسول الله الذي تقول أنه رسول تمتع برضيعة عمرها يوم واحد وهذا في كلام الخميني وأنا أتحداك أن تدين كلام الخميني وتقول أن الخميني ليس بمسلم بل أنك تدافع عنه وتدافع عن إيران وكأنك إيراني شكرا أخ كريشن وقتك قد انتهى فضيلة الشيخ تفضل رد على الأخ كريشن أخذ الوقت هذا العميل الصهيوني أخذ الوقت هذا الكافر عندك ثلاث دقائق تفضل طيب يا أخي أقسم بالله أن هذا عميل صهيوني وأنا لا أتشرف باللقاء والمناظرة مع عميل صهيوني إنه يكره عيسى إنه يكره التوراة والإنجيل لأنه يسيء إلى المسيحية بهذا الأسلوب يسيء إلى الله بهذا الأسلوب ويتهجم يا أخي نحن نريد أن
نتعاون مع المسيح ومع أتباع عيسى بن مريم، لأن ديننا هو دين مكمل لدينكم، وهنالك أواصر والتقاءات. أنت تريد أن تشحن العداء والبغضاء، ولا يعمل ذلك إلا الصهاينة الذين يريدون أن يوقعوا العداوة بين أمريكا وإيران، بين المسلمين وبين المسيحيين، وهذا دورك أنت الآن تقوم به. والله أنك عميل صهيوني، والله أنك مدفوع من قبل الصهاينة، والله أنك تدافع عن الصهاينة وتريد أن توقع العداوة بين المسيح والإسلام لأنهم أكبر الأديان. أنك صهيوني تريد أن تشحن الحرب وتشحن البغضاء بين المسلمين وبين المسيحيين. ونحن في العراق، والله أنا كنت في جامعة بغداد أذهب إلى الكنائس وأدعو لهم، ويأتون معي إلى حضرة الإمام الكاظم عليه السلام ويصلون معي، وكنا ولا نزال نعيش سوية. لكن من أمثالك العملاء الصهاينة الذين يريدون أن يزرعوا البغضاء ويشيعوا الفحشاء بين الناس، أنتم لا تستحقون هذه الفرصة لأنكم تلوثون اسم المسيحية. أنت بالذات أيها العميل الصهيوني تلوث سمعة المسيحية، تلوث سمعة عيسى بن مريم، تلوث سمعة العذراء سلام الله عليها. لذلك أنا لا كنت أعلم بأن المستوى بهذا الضحالة، وأن الذي معي بهذا المستوى أنا أتنصل وأنا أتسامى عن مثل هذا اللقاء مع مثلك أيها الصهيوني العميل الذي تريد أن توقع العداوة بين المسلمين وبين المسيحيين. والله أسأل الله أن يستيقظ أخواني المسيحيون وأن يرفضوا من أمثالك The Christian Zionist الذين لا يحبون إلا الحرب ولا يحبون إلا الدماء. ومع ذلك أقول لك أن الدنيا لا تزال فيها خير، وسوف يعود عيسى بن مريم ويعود معه المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. نعم أنا أؤمن بأن الأديان فيها عوامل متناظرة، يعني عوامل ديناميكية وعوامل متشابهة، عوامل متغيرة. أما التشابه فهو الاثنى عشرية، عيسى بن مريم كان معه حواريون 12، وموسى بن عمران كان معه 12 من قبائل إسرائيل، ومحمد كان معه. شكرا فضيلة الشيخ، 3 دقائق انتهي، هروح مع الأخ كريشن كمان مرة، أعطي لك 3 دقائق عشان ترد على الشيخ هشام. تفضل. الغريب أنه اتهمني بالصهيونية وأنا حتى لم أدافع عن إسرائيل. كلما سألته كيف تقول أنك كيف تهاجم أمريكا وتدافع عن إيران ونحن ليس لنا علاقة أصلا بالموضوع بإيران، هو من تكلم عن إيران، نحن نتكلم عن القرآن وإذ به يقفز إلى إيران، ثم تقول أنكم دين سلام. أليست الآية في القرآن كتقول ولا تهنوا ولا دعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، بمعنى أنكم لا تقبلون السلم طالما أنكم أقوياء، ولكن طالما أنكم أذلاء فتأتون إلى السلم. هذا هي التقية، أنتم شعب كاذب ومنافق ولا تقول الحقيقة كما هي، وتقول أننا نحن نحاول أن نفرق بين الناس. أنا أعطيتك آية من القرآن تقول أن الله ينشر العداوة والبغضاء بين النصارى، لم ترد عليها. هل هذا يعني أن ربك عميل؟ هل هو عميل للصهيونية؟ أليس إلهك من قال أني سوف أنشر العداوة والبغضاء بين النصارى؟ ليس لك رد عليها. سألتك عن الخميني الذي أحل الاستمتاع بالرضيع، ليس لك رد عليها. أنت تخرج عن الموضوع لأنه ليس لك رد. وبالتالي أنا أسألك للمرة الأخيرة، لماذا لا تجيب؟ الخميني قال أنه يجوز أن يستمتع المسلم بالرضيع، هل هذا هو الإسلام؟ أتحداك أن ترد، وسوف يعطيك المايك ولن ترد ولو حتى بعد 20 سنة. وكلما سوف تقوله أنت صهيوني، لما تكلم حتى عن إسرائيل بكلمة، أنت من تكلم عن إسرائيل. ثم تعال هنا، أليس إلهك من قال بأنه فضل إسرائيل على العالمين؟ أليس هو الذي قالهم في سورة المائدة الآية 21 يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي أنها أرض كتبها الله لليهود. ثم تسألني لماذا هي إسرائيل موجودة؟ اسأل ربك الذي أشاع هذه الحرب، وهو الذي أعطاهم هذه الأرض، وهو الذي نشر الرعب بين الناس، وهو الآن سبب الحرب بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين. ولست أنا من قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذا إلهك، اسأله هل كان هذا الإله أحمق حينما قال هذه الأرض هي أرض إسرائيل؟
هذا ليس إنجيلا بل هذا قرآن يقول هذا الكلام. فلا تتكلم عن إسرائيل إن كنت لا تستطيع أن تواجه في هذا الموضوع. وأنا أعيد إليك الكرة، أتحداك أن تدين الخميني الذي قال ويجيز الاستمتاع بالرضيع والتفخيذ لها، وأتحداك أن تقسم بربك ويجوز لك أن تكذب بالقسم وتعلم أنت هذا، لأنك لا تستطيع أن تكذب على الناس، فالناس سوف يذهبون إلى الإنترنت وسوف يحسون في اليوتيوب عن شتم عائشة من قبل الشيعة. أنت تقول نحن لا نشتم عائشة، بل أنك قلت عائشة رضي الله عنها. منذ متى القرآن؟ شكرا أخ كريشن، وقتك قد انتهى. سأعطي الشيخ مرة أخرى الفرصة لثلاث دقائق أخرى للرد. تفضل فضيلة الشيخ. إن شاء الله. أولا هنالك آراء عند المراجع، ولكن حديثنا هو ليس عن السيد الخميني رحمة الله عليه. عشان هيك أنا قلت خرجنا عن الموضوع. أنا دا أصلح، بس مهلني حديثنا عن الرسول محمد. أيوة. لذلك إن هذا الصهيوني يريد أن يفتح مجالا بين الشيعة والسنة، هو الذي يدافع عن عائشة رضوان الله عليها، هو يريد يفتح الحرب بين الشيعة والسنة، هذا صاحبك الصهيوني. لكن أنا أرجع وألقي الكرة في ساحتك، لأنك أنت مدافع عن الصهيونية أعطيني التليفون لو سمحت إذا كان التليفون جاهز. أوريد. نأسف للانقطاع الآخر، النهاردة عندنا يعني الوضع غير، الإلكترونيات غير مستقرة اليوم، الإنترنت طبعا مش في ما نقدر نتحكم في يعني الإرسال تبع الإنترنت، فمرات بيجي ومرات بيروح. لكن خلينا نوقف الساعة تبعت الإيقاف لو مرة أخرى. طيب غير ساعة الإيقاف، حطها لو سمحت على دقيقتين ونص كمان. طيب تفضل فضيلة الشيخ. ألو. أيوة تفضل. أنت مع التليفون هلا؟ طيب تفضل. طيب أنا أرجع وأقول ما أعرف ليش بس أجيب اسم إسرائيل هذا التليفون ينقطع أو الكمبيوتر تنقطع. طيب نرجع إلى الحديث. يا أخي أريد أن أبشرك بأن الله تعالى قال عن بني إسرائيل فضلنا بني إسرائيل على العالم حينما كانوا يتبعون موسى بن عمران ويتبعون أنبياءهم، ولكن حينما راحوا يقتلون الأنبياء غضب الله عليهم فأصبحوا من المغضوب عليهم. وأما المسيحيين أحبائنا وأعزائنا الذين راحوا يؤلهون الإنسان فظلوا عن الطريق، هذا ما نراه في معتقدنا. ولكن هم أهل كتاب، ولكن هم من الأديان السماوية المحترمة. على كل حال شيخ أرجع. شيخ هشام، موضوع ولاية المسيح هذا موضوع ممكن نناقشه لحاله، موضوع في حلقة أخرى. لكن هذا الذي ده يفتح المواضيع ويدافع عن عن عائشة ويهاجم الخميني، هذا صاحبك يا حبيبي يا أخي. على كل حال دعني أكمل لأن هذا وقتي ده يضيع. طيب. أن أبشرك أن الله دافع عن بني إسرائيل حينما كانوا في استقامة، ولكن أبشرك ببشارة في القرآن قالها الله تعالى، وإذا جاء وعد أخراها هناك كرة أخرى، لأن الصهاينة هم ظلم الآن وهم يقتلون الأبرياء في فلسطين والعملاء من أمثالك يدافعون عنهم وعن جرائمهم. لذلك أقول لك أن القرآن يبشرنا بعودة المسلمين إلى القدس، وقريب وإن شاء الله سوف يطرد من أمثالك الصهاينة من القدس الشريفة التي دنسها الصهاينة من أمثالك والأعوان إسرائيل من أمثالك. فأبشرك ببشارة بشرنا بها رسول الله محمد من عند الله تعالى في القرآن الكريم، سوف يأتي اليوم القريب الذي يدخل فيه المؤمنون إلى القدس ويطرد من أمثالك ويرجع التعايش بين المسلمين وبين المسيحيين. شكرا فضيلة الشيخ، الوقت انتهى. ياريت خليك معي على التليفون وعلى السكايب، عشان إذا انقطع السكايب نروح على التليفون. إذا يعني خليك على التنتين مع بعض. تقطع فقط حينما أجيب اسم إسرائيل فقط. خليك معي على التليفون عشان إذا انقطع السكايب نروح على التليفون مباشرة من غير تعطيل. شكرا. أخ كريشن تفضل. معك ثلاث دقائق.
المسلمين لديهم عقدة وهي إسرائيل. فهناك حديث يقول عن محمد أنه لولا بني إسرائيل لما فسد اللحم، يعني حتى البراد نحن نستخدمه اليوم بسبب الإسرائيليين. ثانيا، هو الذي فتح موضوع إسرائيل وليس أنا، وهو الذي فتح موضوع عائشة وليس أنا، وهو الذي تكلم عن السلام والإرهاب أنا. أنا سألته أسئلة واضحة ولم يجيب، وحتى الآن لم يستطيع أن يجيب. أنا سألته ببساطة: يا رجل، إلهك يقول أنه سوف ينشر العداوة والبغضاء بين المسيحيين، أين الرد؟ ليس هناك رد من أول الحلقة. يا رجل، أنت تقول الآن بأنكم سوف تقتلون اليهود وسوف تقتلون الإسرائيليين وسوف تنتصرون عليهم وسوف تطردونهم، وفي بداية الحلقة قلت لنا أن الإسلام ينشر السلام. فألم يعني أنت تناقض نفسك بنفسك وتكشف عن وجهك الحقيقي. التقية لن تنفعك. المسلمين الشيعة يمارسون التقية في كل شيء، حتى في اللبن الذي يشربوه. هم شعب تمرس في الكذب وعاش على الكذب ويموت على الكذب، وهو يقول لك أنهم هم من يمدحون عائشة وهم يلعنون عائشة ليل نهار، وأبو بكر وعمر وعثمان، ثم يقول لك رضي الله عنها. يعني بأي آلاء ربكما تكذبان يا أهل الشيعة؟ وأنا لست من أفرق بين الشيعة والسنة، أنتم تكرهون بعضكم البعض، أنا أعطي لك وقائع ولا أصطنع وقائع، هي موجودة. أنتم قتلتم بعضكم البعض، وليس المسيحيين أو اليهود من أوقعوا بينكم، فلماذا ترمي كل أشراركم على اليهود أو على المسيحيين؟ ثم سألتك سؤال بسيط، أنت تقول أن في القرآن معجزات، أنا أتحداك أن تجيب ببساطة: من خلق الله أولا، الشجرة أم النجوم؟ سؤال بسيط، إذا ما سألناه لطفل في السادسة من العمر سوف يجيب، وسوف يرى الجميع أن الشيخ الحسيني مع كل علمه الذي هو غير معلوم ومع كل جهله الذي هو معلوم لن يجيب. من خلق الله أولا، الشجر أم النجوم؟ وأنا أعطي ما تبقى من وقتي لهذا الشيخ الفضيل لكي يجيب، ولن أتهمك بأن تكون صهيونيا لأنك لا تحلم. شكرا. تلفونات أعزائي المشاهدين، تلفونات لازم تكون موجهة لموضوع الحلقة. المكالمة التليفونية راح تكون مش موجهة لموضوع الحلقة راح ألغيها. شكرا لكم. أهلا وسهلا. معي كمان الأخ كريستيان، أهلا وسهلا بك، تفضل معك 7 دقائق من الآن. أولا يعني نبدأ بالسلام، سلام المسيح على الشيخ هشام، ونرحب به معنا في البرنامج، وأتمنى أن يكون هذا النقاش أن لا يأتي بضغينة بل أن يأتي بالحقيقة. السيد هشام قال أولا أن القرآن أو محمد دليل إثبات وجوده كرسول أنه أتى بمعجزات، وأنا طبعا يعني أستغرب ما هي هذه المعجزات. القرآن يتكلم عن أشياء ليس لها علاقة بالحقيقة ومليء بالأخطاء العلمية التاريخية اللغوية، وحتى أن محمد نفسه لم يصدق أنه كان نبيا. فإذا ما ذهبنا إلى سورة يونس تقول الآية: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي أن محمد كان يشك بأنه هو نفسه رسول. وهنا أنا أتساءل يعني كيف يكون محمدا رسولا وقد رأى جبريل وقد أمسك به جبريل وعصره مرات عدة وقال له اقرأ، ثم لا يزال محمد في شك من أمره وهو لا يعتقد بأنه رسول، ثم يقول له ربه: إن كنت في شك اذهب واقرأ الذين يقرؤون واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي الذين هم المسيحيين واليهود. ونحن نعلم جميعا أن المسيحيين واليهود أعطوا رأيهم بمحمد ورفضوه، وبالتالي في هذه الآية تثبت بأن محمد ليس برسول، لأنه الدليل الوحيد على ما قاله محمد بأنه رسول هو أن يسأل المسيحيين ويسأل اليهود. ثانيا، يقول الشيخ هشام أن هذا الكتاب كتاب سماوي، يعني معنى كلمة سماوي أن يكون هو وحي، والقرآن يقول ما هو إلا وحي يوحى. ولكن كلنا نعلم أن محمد لم يكلم ربه ولم يرى ربه ولم يستمع إلى ربه ولا ربه استمع إليه، وإنما محمد يدعي بأن هناك شخص أتى إليه على شكل رجل، على شكل أعرابي مرة، وعلى شكل ملاك ب600 جناح. وطبعا القرآن يقول بأن الملائكة لها 3 و4 مثنى وثلاث
من الأجنحة. ثم يأتي محمد ويقول أن جبريل له 600 جناح. طبعا هذا يكشف أن هناك تلفيق في الكلام وتعارض مع القرآن. ثم يقول الشيخ الحسيني أن هذه الرسالة وهي الإسلام يعني قد أدت إلى نشر السلام والوئام. يعني أنا أسأله يا شيخ، ألست أنت من العراق؟ ولسنا نرى كل يوم في العراق مذابح تذبح باسم الدين وباسم الإسلام وكلهم من المسلمين، والقاتل والمقتول مسلم؟ أليس محمد وأتباع محمد بل وأحفاد محمد قتلوا على يد المسلمين والإسلام؟ أليس الإسلام من انتشر بالسيف والقتل والإرهاب؟ أليس رسولك في كتابه وقال أنه سوف يلقي الرعب في قلوب الناس؟ فأين السلام أن تلقي الرعب في قلوب الناس؟ ناس لم يعادوك، ناس لم يحاربوك. رسول الإسلام أرسل 3 رسائل إلى ملك كسرى وإلى ملك إثيوبيا وإلى ملك الرومان، وقال لهم بما فيه بمعنى إما أن تسلموا أو تسلم. ثم يقول لنا الشيخ أن الإسلام انتشر ونشر السلام إلى آخره. الرومان لم يقاتلوه، الفرس لم يقاتلوه، وحتى الإثيوبيين قد حموه وقد آووه، فإذ به يتنكر للمعروف ويهاجمهم. ثم يقول الشيخ أن الإسلام أتى بنظام منهجي أو منهج العبادة. أصلا الإسلام لم يأتي بأي عبادة، فالدوران والطواف حول الكعبة كان موجود وهو طقس وثني، وتقبيل الحجر الأسود طقس وثني، والحجر الأسود كان عبارة عن فرج المرأة قبل الإسلام. والآن حتى الآن الصفا والمروة، حتى أن المسلمين قالوا حينما يعني طلب منهم أن يقوموا بالصفا والمروة لم يعجبهم هذا الشيء، فقالوا لمحمد يعني كيف نفعل ما فعله الكفار؟ فأتت الآية وهي تقول يعني وإنما الصفا والمروة يعني هي من 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 طقوس الله، ولا سن ولا ولا يعني ولا خطيئة ولا 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 جناح عليكم أن ترتكبوها، وكأنما يقول يعني لا بأس أن ترتكبوا الخطيئة. فإذا محمد أخذ ما كان يأتي به الوثنيون وجعله جزء من دينه، ثم قال لنا الشيخ هشام أن هذا دين جديد وأعطى منهج للعبادة. محمد تارة يصلي إلى الشرق، تارة يصلي إلى الغرب، تارة يصلي إلى القدس، وإذ به فجأة بعد أن قتل اليهود والنصارى يتوجه بالصلاة إلى مكة ويتحول دينه كله إلى مكة، وكأن مكة لم تكن يوما موجودة. والمسلمين يقول لنا أن الكعبة كانت مبنية وهي بيت الله الأقدس، ثم لماذا كان يصلي إذن إلى القدس؟ ونضيف على هذا بأن السيد هشام يقول أن المسلمين 1.5 مليار ونحن 1.5 مليار. على ما يبدو السيد هشام لا يعيش في هذا العالم، نحن أكثر من 3 مليارات في هذا العالم يا أخي العزيز. أما عن وأد الأولاد وهذا فعلا شيء غريب، لأن الشيخ الهاشمي على ما يبدو أنه لا يقرأ القرآن، لأن القرآن يقول ببساطة بأن الذين وأدوا أولادهم كانوا يعني كانوا يؤدون الأولاد بناء على أمر الله، لا يعني لو شاء الله لما فعلوه، هذا ما قاله القرآن. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام الآية 137 تقول وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم يردوهم ويلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، أي أن قتل الأولاد ووأد الأولاد كان من أمر الله وفعلوه بأمر الله وبمشيئة الله لديهم. وهو قد نسي بأن المسلمين يؤمنون بالقدر، فأن تؤمن بالقدر خيرا وشرا، وبالتالي فإن كل ما قدر الإنسان هو كان بالأصل مكتوبا في كتاب الله، وبالتالي فهو يفعل ما فعل الله وما قال الله وما خصص له الله، وبالتالي لا ليس له ذنب، فهو يرتكب جريمة أو يرتكب يعني أمرا جيدا هو ما كتب له قبل حتى أن يولد. وهناك حديث وهو مذكور في كتب الشيعة أيضا أن موسى وآدم قد تحاجوا، فقال يعني موسى لآدم يعني أنت من طردنا من الجنة، يعني بسببك نحن طردنا من الجنة. فإذ بآدم يقول له ألست ترى هذا أخ كريشن؟ سيد كريشن وقتك قد انتهى، شكرا. أعطي الفرصة الآن للشيخ هشام للرد، لديك 5 دقائق فضيلة الشيخ، تفضل. شيخ هشام معنا؟
كمان عندنا عطل فني ثاني. طب اعطينا الصوت اذا كان ما في صوره يعني. Alright. أعزائي المشاهدين أعطونا لحظات قليلة وبعدها نرجع إليكم لإصلاح هذا العطل الفني. أنتم تعرفوا أن الإنترنت دائما غير مستقر، فبعض الأحيان يقطع وبعض الأحيان يرجع، فنأسف لهذا الانقطاع وسنكون معكم بعد لحظات في مع الشيخ هشام الحسيني. وموضوع اليوم: هل محمد نبي من الله؟ بالنسبة للمسلمين فإن التساؤل والتحقيق في نبوة محمد هو موضوع غير قابل للجدل كما سمعنا. فهم يؤمنون ويعتقدون أن الاعتقاد الراسخ بنبوة محمد ورسالته من الله الذي من خلاله تجلت إعلانات الله الكاملة، أي الوحي في الإسلام. وبحسب اعتقادهم فإن الوحي يتسامى ويتعالى حتى على النقد، يعني ما تقدرش تنتقد أي شيء، فإن محمد هو مؤسس الإسلام وهو مشرع تعاليمه، وإن انتقاد الإسلام يعني إلغاء عقيدة المسلمين بنبوة محمد. مرة أخرى، عنوان حلقة اليوم هو: هل محمد نبي من الله؟ أهلا وسهلا فضيلة الشيخ مرة أخرى. فضيلة الشيخ معنا على التليفون. هي عزيزي معاك. طيب تفضل، عندنا خمس دقائق ترد على السيد كريستيان، تفضل. طيب ايضا ما اعرف ليش ده ينقطع، بس راح الان اجى الصوت اعتقد مره اخرى. طيب خليك صوتك مسموع هلا في الاستوديو معنا. خليك على التليفون. الو الو، معنا الشيخ هشام؟ نعم معك. تفضل، معك خمس دقائق لترد على السيد كريستيان ان شاء الله. تفضل. طبعا انا متعجب من شيء واحد. نعم. ان الاسلام بالاحرى الاسلام والمسيحيه واليهوديه هذه اديان سماويه تدعو الى المحبه. انا اتعجب لقساوه قلب الكريستيان او الشخص الذي معكم، وإن روح القدس إذا دخل في قلب تدخل معه المحبة، وإن المسيحية أو عيسى هو دين هو 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 رسول المحبة. على كل حال أنا ألمس شيء من الهجومية وشيء من العداء. على كل أنا سوف أحاول أن أجيب على هذه النقاط، لكن لا أعرف لماذا تبتسم هذا الأسلوب بالهجومية وبالعداء، لأن الدين هو دين محبة، والذي يحب الله يحب الإنسان. من أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس. وانظر إلى أسلوب عيسى بن مريم مع ماريا المجدلية ومع الآخرين. فأرجو أن تتحلى بالحكمة وباللياقة. على كل حال شيء هذا يتبع إلى وكل إناء بالذي فيه ينضح. على كل حال خليني أنا أحاول أن أرد عن بسرعة لأن معك ثلاث دقائق، تفضل. يعني راح الدقيقتين. على كل حال ادخل في الموضوع مباشرة. على كل حال إن شاء الله الدين الإسلام يتصف بالعدالة، وإن شاء الله أرى شيء من العدالة هنا. على كل حال أنا سوف لا أهاجم، أنا أستطيع أن أهاجم المسيحية من خلال عبادتهم للإنسان، ومن خلال تأليههم للإنسان، ومن خلال أنسنة الإله وتأليه الإنسان. أنا أقدر أهجم بنفس الطريقة التي هجمتم بها، ولكن لا أعرف إلى أين سوف ننتهي. خليني أناقش شغلة واحدة، أن القتل والإرهاب الذي يدور في الشرق الأوسط وفي العراق هو من صنع الغربي أولا وليس من صنع الشرق. هو من صنع الذين يخافون من الإسلام أن يتقدم، يخافون من الإسلام أن يكتسح الأرض، يخافون من الإسلام أن يستوعب كل الأرض وكل الدنيا. لذلك حاولوا أن يزرعوا بيننا إرهابيين خرجوا من مدارس غربية وعلموهم الحقد والكراهية والقتل، لذلك لأجل أن يسيئوا إلى سمعة الإسلام ويسيئوا إلى سمعة محمد ويسيئوا إلى القرآن. والله أتحداك
أعطني أي معجزة سوف أعطيك واحدة منها أو أكبر منها في القرآن وفي الإسلام. ولكن يا أخي الدين هو ليس حرب مع اليهودية وليس مع النصرانية، بل هو مكمل لها. فيجب من المؤمنين المسيحيين والمؤمنين من اليهود والمؤمنين من المسلمين أن يتكاتفوا لأجل إصلاح هذا العالم. العالم يتدهور، العالم يتفجر، وأنت هنا تهاجم وتتحدى وتعادي. يا أخي أنزل سيفك، ولنستحي من عيسى بن مريم، ولنستحي من العذراء، ولنستحي من التوراة والإنجيل الذي جاء هدى ونورا للعالمين. كفى هذه الهجومات وكفى هذه الاتهامات. على كل أنت حر وممكن يمكنك أن تعكس ما في دينك، ولكن أقول بأن المسيحية مظلومة من خلال هذا الأسلوب. وأنا سوف لن أنزل إلى مستوى هذه المهاترات. أولا إذا سألتني لماذا محمد كان يصلي نحو القبلة الأولى بيت المقدس، لأن أباه إبراهيم هناك، لأن موسى هناك، لأن عيسى هناك، والصلاة هي لله تعالى. وجهت وجهي لله أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله تعالى. ولكن أراد محمد وأراد الله أن يبين بأن الإسلام هو مصدق للذي بين يديكم من التوراة والإنجيل ومهيمنا عليه. إذن هنالك مساحة نلتقي بها، وهنالك مساحة جديدة، لأن الإنسانية بعد كل 500 سنة تحتاج إلى تجديد، تحتاج إلى تسديد، خصوصا حينما يعبد الإنسان إنسانا ولا يعبد الله الواحد الأحد. وهنا أتحداك يا أخي، مثل ما هاجمتني أهاجمك، أتحداك إن جئتني بالإنجيل بكلمة واحدة يقول عيسى ابن مريم عليه السلام ابن الصديقة الطاهرة، يقول أنا الله فاعبدوني، حاشا لله، إنه كلامكم وإنه كفركم وإنه إلحادكم، أنتم الذي غيرتم كلام الله وتحرفون الكلمة عن مواضعه. فكفاكم هذا التغيير وهذا التحريف، وعودوا إلى مريم، عودوا إلى عيسى، عودوا إلى النور الذي جاء من عند الله إلى التوراة والإنجيل. وكفى هجوما، لأن الذي يهاجم هو الضعيف، وإنما الذي يمد يده إلى السلام هو القوي. شكرا جزيلا شيخ هشام، وقتك انتهى. سأعطي خلكم يعني بالتحديد من غير هجوم، من غير تهكم على أي شيء، خلينا في الموضوع، وأسئلتنا ومكالماتنا وتعليقاتنا تدور على موضوع اليوم. معي مكالمة تليفونية من الأخ رائد. مساء الخير. ألو. أيوة تفضل، مساء الخير. سلام المسيح معكم ومع روحك أيضا. شكرا، الله يخليك. بس ردت أسأل سماحة الشيخ. أيوة. أنه من دي جاوب، يعني أنه سأله خلي ينطي معجزة عملها واحدة، يعني معجزة واحدة مسويها محمد، خلي ينطيها هاي المعجزة، وخلي يذكر أنه هو نبي، خلي يثبت له، لا يتهجم. لا يعني لا يتهجم، أنه ديننا نعرف أنه هو حق، هو المحبة والسلام. أول سؤال. شكرا. سؤال. أيوة أنت معي. ثاني سؤال، يقول الإسلام جاء من المسيحية وجاء من اليهودية، زين المسيحية واليهودية ومن أبونا إبراهيم كانوا حرضوا على القتل، حرضوا على كل شيء. هذا سؤالي. طيب يعني أنت بدك الشيخ الشيخ هشام يرد على هذه السؤالين. تفضل شيخ هشام، أعتقد أنك استمعت إلى الأسئلة من المشاهد. نعم. فضل. أولا كثيرة هي المعجزات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. هو بدي يذكر واحدة منها. أولا امهلني. فضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، فإذا شق الله البحر لموسى بن عمران فقد شق القمر لمحمد. وحينما نزلت ناسا الفضائية على القمر وجدوا هنالك رينج، روح للإنترنت وعلى جوجل اكتب split the moon ring around the moon، ترى أن الله سبحانه وتعالى قد فلق القمر لمحمد. هذه أول المعجزات. ثانيا عرج به إلى السماء وكلم الله تكليما كما كلم موسى وإبراهيم سلام الله عليه. وهنالك لا يستسع الوقت. طيب السؤال الثاني.
معجزات الله، عن معجزات الله تعالى في كل خطوة. أنا أدعوكم إلى متحف كربلاء الذي يقارن بين معجزات عيسى وموسى وإبراهيم ومعجزات محمد، تفضلوا وزورونا. ففي كل مكان هنالك نظائر، يعني مثلا هنالك العذراء مريم سلام الله على سيدة العالمين، هنا فاطمة الزهراء، هنا ذبيح آل إبراهيم يحيى بن زكريا، هنا ذبيح آل محمد الحسين، هنا المنقذ لآل إبراهيم عيسى بن مريم القائم، هنا المهدي القائم، وهنا 12 أصباط، هنا 12. ممكن تجيب على السؤال الثاني تبعه يا حبيبي؟ ممكن تجيب على السؤال الثاني تبعه اللي هو لو سمحت، اللي هو اللي بيقول الإسلام جاء من اليهودية والمسيحية. لا كلا، أولا أريد أن أقول لك أن هنالك قاعدة مشتركة بين الأديان الثلاثة الإبراهيمية المسيحية واليهودية والإسلام، وهي التوحيد، قاعدة التوحيد، لأن هذه الأديان جاء بها أبونا إبراهيم ثم عززها وجاء. أيوة طيب، انقطع الإرسال. خلينا أخذ مكالمة من الأخ فادي. أولا سلام المسيح معك عزيزي ومع روحك أيضا، تفضل، ومع كل الضيفين الموجودين معك عزيزي. شكرا. نعم. كيف أن الشيخ الحسيني يخرج عن الموضوع مرارا وتكرارا فقضيته بخصوص المسيحية داح جانبا عزيزي الشيخ. أنا من العراق، وتحياتي لك عزيزي الشيخ، وتحياتي لكريستيان بريس أيضا. أول شيء أنا متابع للمناظرة وأنا عندي كم نقطة حتى. تفضل. أولا نتكلم عن الإرهاب عزيزي، وأنا أسأل الشيخ، قضية مقتل الحسين أليست إرهاب؟ أليس أن يأخذوا في عهد يزيد بن معاوية يأخذون أهل البيت من العراق من الكوفة والبصرة إلى الشام، أليس هذا إرهاب؟ بل أود أن أقول عزيزي، أود أن أقول ماذا قال الإمام الباقر، كيف ما يقول الإمام الباقر ويقول أنه أخذ، خلينا أفتح الكلام بس بسرعة عشان مكالمات أخرى لو سمحت، خليك في النقطة اللي أنت يعني أنت قلت لنا النقطة الأولى، شو النقطة الثانية؟ بس حابب أقول هذه الجزئية. تفضل. يقول الإرهاب، الإمام الباقر يقول قتلت شيعتنا بكل بلدة وقطعت الأيدي والأرجل، وكان من يذكر بحبنا والانقطاع علينا سجن أو نقر أو هدمت داره، أليس هذا إرهاب؟ أليس هل هذا إرهاب أمريكي أو صهيوني؟ هذا إرهاب من جمهور عزيزي، هذه واحد. نعم. ثانيا نبوات محمد، أي نبوة تتكلم؟ قالوا سرق محمد، قالوا له أخرج لنا ماء عشان نؤمن فيك، كما كان موسى يعمل ماء، كما كان يعمل معجزات، أعطينا معجزة، محمد لم يأتي بمعجزة، بل وأخذ عنه أهل قريش. الخط بيتقطع. طيب الأخ كريم مساء الخير، تفضل. نعم السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. الصوت مسموع جيد؟ مسموع جيد. تحية لك وإلى ضيفيك الكريمين. شكرا. الشيخ هشام والسيد كريستيان. طيب تفضل. طبعا مثل ما سمعنا انه المتناظران خرج عن بحث عن الموضوع بس يعني انا ما احب ادخل في التفاصيل اللي هم دخلوا بيها. ايوه. لكن اسال السيد كريستيان انه في صلب الموضوع، وهو هل ان الرسول صلى الله عليه واله هل هو نبي؟ طبعا هذا السؤال هو بالحقيقه يعني انا تفاجأت به. اذا اريد يعني نثبت انه هو نبي او نبي، الاصل الروح الاصل يعني كل شيء في اصوله، الاصل هو نبي، فاذا كان عكس ذلك لازم هو يبين لنا يعني ادعاءات، يبين لنا شغلات يقينيه يعني انه غيرنا. هذا الشيء. الشيء الثاني طبعا هذا السؤال. السؤال الثاني انه ايوه اطلب من السيد كريستيان انه أيوة. يعطيني تفاصيل الحياة بالنسبة للدين الكريستياني، يعني مثلا احنا عندنا قانون، يعني عندنا قانون. شو السؤال رقم 2 لو سمحت؟ شو سؤالك رقم 2؟ الرقم 2 اريد قوانين، القوانين الإلهية، القوانين الدينية بالنسبة للمسيح. مثلا احنا عندنا في الموت عندنا قانون، في الجلوس عندنا قانون. أيوه. في الصلاة، في الصوم، في كل شيء يعني عندنا قانون. يعني انا هسه
من محاضرة القيس أو نفسي تهوى كريستيان من نروح للكنيسة أو ربما أي أحد بيروح وبيشوف يعني إحنا ما نشوف قوانين بس الخطيئة والخطيئة وما أعرف إيش. أنا أريد قانون في الأكل مثل عندكم قانون في اللحم وما في الموت في ما في قانون يعني بس الخطيئة والما أعرف إيش واليسوع ومع احتراماتنا طبعا يعني لازم إذا هو يقول إحنا دين على حقيقة ودين صحيح ودين يعني حطين القانون الحياة. أنا هسه أصير أنا مسلم وهسه جزعت من الإسلام وأصير مسيحي أوكي. لازم في منظومة للحياة يعني مثل ما هسه المسلمين عندهم قوانين في الوضوء في الصلاة في الطهارة في الزواج في كل شيء. المسيح اعطوني وين قوانينكم يعني أنا ما طيب. شكرا فهمت مقصودك من السؤالين فأعطي الفرصة للأخ كريشن إنه هو يجاوبك. هل الرسول نبي وأعطينا القوانين اللي تتبعها المسيحية في عبادتها في تشكيلها في ممارساتها الحياتية في كل يوم؟ تفضل أخ كريشن. أصلا كتابنا هو كتاب القوانين وليس كتابكم يا عزيزي. فإذا ما ذهبت إلى كتاب التثنية سوف ترى هناك كل تفاصيل الحياة بالتفصيل الممل حتى إذا ما سرق فلان حمار فلان ما هو القانون. أما في قرآنك حتى الاغتصاب تصور ليس هناك عقوبة للاغتصاب في الإسلام بل أنكم قلتم بأن الاغتصاب لا حد عليه يعني أنتم قضيتم عمركم تتعلمون قوانين كيف تغسلون أعضاءكم التناسلية. الله لديه وقت لكي يكلمكم عن النملة تكلم سليمان وليس لديه وقت لكي يكلمك أما هي عقوبة للاغتصاب بل أنه ليس هناك عقوبة. ثانيا تقول معجزات محمد. السيد الحسيني قال أن محمد قال انشق القمر. يا أخي هذه الآية تثبت بأن محمد شخص يكذب. لماذا؟ لأنه يقول دنت الساعة وانشق القمر يعني أن هذه كانت علامة من علامات الساعة ولم تأتي الساعة. ذهب ألف عام وذهب مئات الأعوام بعدها ولم تأتي الساعة ويضحكون على الناس يقولون أن القمر انشق. لو انشق القمر إلى لحظة لدمرت الأرض على الأقل بالطوفان. وكلما رآه محمد كان عبارة عن الخسوف أو الكسوف. فاعتقد محمد بأن هذا انشقاق القمر. واسأل نفسك يا هذا لماذا لم يرى انشقاق القمر غير محمد وكيف تقول اقتربت الساعة؟ أما عن المعجزات الأخرى فإن سورة الطارق تقول بأن للرجل والمرأة ما يأتي من صلب الرجل يعني القرآن يؤمن بأن ماء الرجل يأتي من عظام الظهر. وهل هذا كلام علمي؟ بل أنه يقول أن ماء المرأة يأتي من الترائب وهو موقع القلادة. هل هذا كلام علمي؟ كيف يقول رب المسلمين بأن المرأة لديها نطاف وهذا النطاف يأتي من صدرها وماء الرجل يقول محمد فيه أبيض وغليظ وماء المرأة هو أصفر ورقيق وحينما يلتقي الرجل بماء المرأة بماء الرجل يكون الحمل. وهذا يثبت بأن محمد يكذب. سألت سؤالا بسيط على سبيل المثال في سورة فصلت الآية رقم اقرأ من الآية 9 و10 وإلى آخره واقرأ في سورة النازعات من الآية 22 28 29 30 31. واحدة تقول أن الله خلق الأشجار أولا ثم خلق النجوم والآية الأخرى تقول أن الله خلق النجوم أولا والأشجار ثانيا. هذا تناقض. وقرآنك نفسه يقول لو كان هذا الكتاب من غير عند الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا. أي أن القرآن قال بما فيه بالحرف أن التناقض هو الدليل على أن هذا الكتاب من عند الله أو لا. وهذا كلام قرآنك وليس قرآن. فإذا كان الله قال إذا ما وجدنا تناقض هذا ليس قرآن وهذا ليس من عند الله. شكرا أخ كريستيان. أعزائي المشاهدين أنا سأخذ وقفة قصيرة وبعدها نرجع في النصف الساعة الأخيرة لنعطي فضيلة الشيخ والأخ كريشن أنهم يقفلوا موضوع اليوم اللي تتحدث عنه وبعدين نفتح الفرصة بعد ذلك لبعض التليفونات أخرى. شكرا ابقوا معنا.
Are you a Christian who loves watching ABN shows? Are you eager to make a video and post it online and see it reach millions of Middle Eastern people? Or are you a Muslim who wants an outlet to ask questions, make comments, or post video responses to Christian evangelists and apologists? Well, ABN Tube has it all. ABN Tube is an extended media outlet of ABN TV Ministry. We've gotten an overwhelming response from viewers of ABN to launch a media outlet for people like you to upload your own video responses to some of the clips we have online, whether on abnsat.com or on our ABN Sat YouTube account. Our goal is to bring to light any and all lies about false religion through media, to create an open dialogue about religion among people of different faith, and to gear them to the truth of Jesus Christ. Please visit our site at www.abntube.com. Thank you. نصف ساعة الأخيرة من مناظرتنا لهذه الأمسية، وسأعطي فضيلة الشيخ هشام خمس دقائق للرد، وبعدها أعطي خمس دقائق أخرى للأخ كريشن، وبعدين سأفتح كتب التليفونات لدقائق معدودة، وبعدها ننتهي برنامج اليوم. فضيلة الشيخ تفضل، معك خمس دقائق لتعقيب على موضوع اليوم. شكرا يا أخي. طبعا أنا حقيقة تفاجأت، أنا أول مرة أدخل على الآرامية وما متوقع أنه هكذا مهاترات، لأن الدين هو دين محبة وأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. على كل حال نفوض أمرنا إلى الله وندخل في هذه في هذا الابتلاء. أولا مساحتي جدا ضيقة، ليش؟ لأن هو يهاجم نبيي وأنا أحب نبيه لا أهاجمه، فإذا لا أستطيع أن أقذف نبيه مثل ما يقذف نبيه، هاي واحدة. اثنين، أنا أدعو إلى الوئام وإلى التعايش السلمي، وهو يدعو إلى الفرقة والمنابذة والشحناء والبغضاء. ثلاثة، أنا حينما أقول بأن الإسلام جاء ليطهر الأرض من المنافقين ومن أعداء الله من أمثال هذا الرجل، الحقيقة الإسلام يريد أن يقارع أعداء موسى وعيسى، فنحن ندافع عن موسى وندافع عن عيسى ونحارب أعداءهم من الذين يدعون اليهودية أو يدعون النصرانية، نحن ندافع عن موسى وعيسى سلام الله عليه. ثلاثة، أن أريد أن أسألك يا أخي، لأنه مساحتي جدا ضيقة، أريد أن أسألك بأن عيسى عليه السلام هل هو عابد أم معبود؟ ألم يقل أني أعبد ربي، أعبد أبي، أعبد، أصلي إلى الله؟ قل لي أين تقول التوراة والإنجيل بأن الله يصلي لعيسى؟ أسألك بالله وأسأل الله أن يظهر الحق بهذه الليلة بحق عيسى ابن مريم وأمه العذراء، من يعبد الآخر؟ عيسى يعبد الله أم الله يعبد عيسى؟ لذلك يا أخي ارجع إلى ضميرك، ارجع إلى عقلك، وكف عن التهجم أيها الحاقد، أيها الصهيوني، ما هذا الحقد والكراهية؟ أنا أتعجب والله أن المسيحية بريئة منك ومن أمثالك، وإن الآرامية هي أكبر من أن تخرج أناسا مثلك. لا أستطيع أن أتهجم على عيسى ولا على موسى وأنت تهاجم نبيي، بعدين أنه أصلا هو الموضوع بأساسه ليس بعادل لأن نبينا محمد، فتريدني أن أستسلم إلى كفرك، إلى حقدك، إلى نقافك، إلى نفاقك، إلى صهيونيتك؟ يا أخي ما هذه المزعطة، ما هذه المهزلة؟ والله إنه ظلم، اللهم اشهد. على كل حال أنا أدافع عن مبادئ عيسى ومبادئ موسى ومبادئ محمد لأنها كلها واحدة، ولكن هنالك بعض التغييرات لأن البشرية كل 500 سنة أو تحتاج إلى تغيير
أن القاعدة المتشابهة هو عبادة الله الواحد الأحد، لا تكفر أحد. نحن لا نكفر اليهود ولا النصارى الذين يتبعون عيسى وموسى، ولكن لا نحب الذين خرجوا عن جادة عيسى وموسى ونقاتلهم كما نقاتل المنافقين المارقين من الذين يدعون الإسلام، الإرهابيين مثلا نحن نقاتلهم وإن يدعون الإسلام، وكذلك من الصهيونية سوف لن نقذف مكتوف الأيدي وهم يهينون التوراة ويهينون الإنجيل. فلذلك نحن المسلمون، وأقولها بملء فمي، ندافع عن محمد وندافع عن عيسى وندافع عن موسى وندافع عن إبراهيم، لأن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وإن الله واحد. قل لي بربك كيف ممكن أن يكون الله واحدا وهو ثلاثة؟ لا تقول ثالثة ثلاثة يا أخي، ارجعوا إلى فطرتكم. هذا موضوع آخر فضيلة الشيخ، هذا موضوع آخر. شكرا جزيلا. كل ما أريد أن أأتي بنقطة أيوه. في كتابكم ترجعني إلى كتابي، وحتى عنوان موضوعكم هو تشكيك بنبيي، أين الإنصاف والعدالة أيها المسيحيون؟ ما عشان هيك أعطيناك الوقت عشان ترد على هذا الموضوع. طيب أعطي الفرصة للأخ كريستيان كمان معك خمس دقائق عشان ننهي بها البرنامج اليوم، تفضل. الشيخ الحسيني يبكي وهو الذي وافق على عنوان الموضوع. إذا كنت لا توافق لا توافق، لماذا أتيت؟ أنت تبكي لأجلك، ثم الآن الجميع سمعك وأنت تكذب. أنت قلت نحن لا نكفر المسيحيين، أنا أقول لك هذه ليست شتيمة يا كذاب. تقرأ معي سورة المائدة الآية رقم 73 وهي تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما إلى آخر الآية. كيف تكذب على الناس وهناك ملايين يسمعونك وتقول نحن لا نكفر المسيحيين؟ وأنت الآن قد سألتني كيف تقولون أن ربكم ثلاثة، ثم تقول أنكم لا تكفرون، أنك تعنينا أنك تتكلم عنا، فأنت يا شيخ كذاب وأنا لا أشتم. هذه صفة موجودة فيك وقد ضبطت بالجرم متلبسا، وقد قلت من لحظة نحن لا نكفر والقرآن أمامك يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلا إذا كنت خارجا عن ملة الإسلام ولا تعترف بهذه الآية. ثم أنك قلت بأنه سوف تطهر العالم، أنتم مسلمون سوف تطهرون العالم من أمثالي من الأمثال من المسيحيين واليهود، يعني أنك تقول بأنكم سوف تذبحون وتقتلون وتتكلم عن السلام والإخاء لمجرد أني لم أوافق معك أنت تهدد بالقتل وبالتطهير، التطهير العرقي التطهير الديني، أنت قلتها وسمعتها والكل يشهد عليها. يا شيخ أنت تبكي وأنت تنادي يعني بصراحة في وعاء الكذب. أنا سألتك هل أجاز رسولك التقية؟ هل سمح لك بالكذب؟ نحن موضوعنا هل محمد رسول أم لا؟ أنت كل يعني من كل دقيقة تقفز إلى موضوع آخر وإذ بك تهرب وتحاول الهرب. أنا سألتك سؤال بسيط، ماذا خلق الله أولا، الشجرة أم النجمة؟ لو كان أمامي طفل صغير لأجاب، لا تستطيع أن تجيب لأنك لو أجبت لفضحت محمد وكشفت أسراره وجعلته صراحة رسولا كذابا، ولكن أنت تستخدم التقية كي لا تجيب. أنت من تكلم عن عائشة وقلت لك ألستم أنتم من تشتموها؟ وأتمنى يعني ببساطة لو يسمح لي المحطة لوضعت عشرات التسجيلات، بل أمامي الآن يعني كتب شيعية وهي تتكلم عن عائشة ويشرحون كيف تقول الآية وقد صغت أيمانكما، صغت أيمانهم أي أنهم قد مات إلى الكفر، فهم يتهمون عائشة حتى أنها قتلت محمد. اذهب وشاهد فيديو الشيرازي، اذهب وشاهد الشيخ الحبيب وغيره 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 يقولون، وكل كتب المسلمين الشيعة تقول بأن عائشة وحفصة هم الذين قتلوا محمد، وأنت كتابك يقول بأن محمد معصوم من الناس، وأنتم تقولون أن عائشة هي مجرمة وعائشة هي شريرة، فكيف يكون معصوما من الناس وإن بالله يوقع به بامرأة شريرة كهذه، وتتهمونها بأنها شريرة وتقول أن محمد معصوم، بل أنكم امتددتم بالعصمة فجعلتم أولاد محمد معصومون، وبالتالي فأنتم من ألحتم البشر.
أن الشيعة يقوم على حديث يقول بأن محمد قال أترك معكم كتابي وأترة أهل البيت، أي أن الإسلام لدى الشيعة يعتمد على شيئين، القرآن وأفراد أهل البيت، أي أنكم ألهتوهم فأصبحوا الله على الأرض، فكنا بمحمد واحد فأصبحنا بمحمدات، كنا بعلي واحد أصبحنا بعليات، كنا بآية الله واحدة فأصبحنا بآيات، فأنت حتى أنكم سميتم البشر آيات، آية الله الخامنئي، آية الله السيستاني، لماذا هم آيات؟ هل لأنهم معصومون؟ نعم، لأنكم ألهتوهم وجعلتوهم فوق البشر، فهم لا يخطئون وهم لا يشركون ولهم يفعلون أي شيء آثم، وبالتالي أصبحوا فوق البشر. ولهذا أنت تأتي إلي وتقول نحن المسيح ألهنا المسيحيين ألهنا البشر، ولكن الحقيقة أنتم من ألهتم البشر. فالإسلام يقوم على ما قال الله وقال الرسول، وبعد ذلك أضاف عليها الشيعة وما قال أهل البيت، فأصبح الإسلام خبيصا، فلا نعلم من قال وماذا يقول، لدرجة أن القرآن ينسخ بالحديث. على سبيل المثال، أنت كمسلم شيعي تتمتع وتقول لي أن هذا كتاب من عند الله، كيف يجيد رب المسلمين الاستمتاع بالنساء بنفع المال؟ أليس هذا هو الزنا بعينه؟ هل سمح موسى بالزنا؟ هل سمح المسيح بالزنا؟ هل سمحت أي شكرا أخي كريشن، وقتك قد انتهى، أنا راح أخذ مكالمة حاليا. شكرا أعزائي المشاهدين، انتظاركم على التليفون. أخ يوسف مساء الخير، تفضل.